وطبعا يعني احنا مش هنقول ان الانجازات من 2001 ل 2021 و20 سنه، لا احنا بنقول ان الخطيب النهارده بيحصد نتيجه انجازات النادي وما حصل عليه النادي من بطولات افريقيه ومحليه، والنادي الاهلي في تعداد او تاني فريق على العالم بيحصل على بطولات. لو بنقول ان النهارده الخطيب بياخد جايزه نادي القرن واحسن نادي بيحصد بطولات في افريقيا الشرق الاوسط وفي الشرق الاوسط ولعب في كاس العالم للانديه، الخطيب اكد على اول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي سنه 82. صحيح. يعني في المباراه النهائيه بيننا وبين كوتوكو في القاهره كانت 3-0، خطيب مسجل فيها. المباراه النهائيه اللي استلمنا فيها الكاس في وسط 60,000 متفرج في كوماسي في غانا، الخطيب هو اللي جاب الجول، تعادلنا 1-1 واكدنا انتصارنا بالبطوله الافريقيه واول بطوله افريقيه تخش مصر بعد الانجلبير اللي هي كانت سنه 70 مع الاسماعيلي. صحيح. ف لو كان الخطيب النهارده بي 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 بيستلم الجايزه فهو اللي قص الشريط. مظبوط. باول بطوله افريقيه دخلت النادي الاهلي سنه 82، ومن 82 لغايه 2001 بطولات دوري، بطولات كاس، بطولات افريقيا. يعني انا لعبت 10 سنين لغايه 87، خدت 4 بطولات افريقيا، 7 دوري، 6 كاس. يعني ده قبل 2001 اللي احنا بنحسبها من 2001. صحيح. فطبعا اللي حصل والاحتفال اللي حصل دوت ده بيمحي كل او اي اشاعات كانت بتتقال على النادي الاهلي او اي ادعاءات كانت بتتقال على النادي الاهلي ان هو مش نادي القرن. احنا نادي القرن اهوت، حققنا ثلاثيه في 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 وقت قياسي مع مدرب يعني جاء ظروف صعبه قوي. كانت ظروف صعبه جدا. أيوة. وقصف يعني مش عايزين نتطرق للحاجات، عايزين نتطرق لاحتفالنا وما قامت به دولة الإمارات بهذا الاحتفال العظيم وتنظيمها لهذه البطولة او لهذه الاحتفالية وتنوع الجوائز في 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 الحفل نفسه. ده يعني برضو يعني ناس شايفة ده، حتى لغاية الايجنت خد جايزة. يعني صحيح. يعني عارفين مين لعيب كويس هنا، مين مدافع هنا كويس، مين النادي اللي خد البطولات، مين الايجنت اللي يعني برز على كل الناس اللي في العالم كله. فده تنظيم يعني بنشكرهم عليه. وده يعني حاجه لينا، فخر لينا كبير جدا، فخر لمصر. يعني بغض النظر عن اننا من النادي الاهلي او انتمائي للنادي الاهلي، لو انا انتمائي حتى لاي فرقه من الفرق، انا دي مصر. صحيح. لما هروح اقول انا مصري يقول لك ده النادي الفلاني، ده النادي الاهلي المصري. النادي الاهلي المصري. او ولو اي نادي تاني في مكان النادي الاهلي هنفخر بيه.